استاذ محمد مهدي، رجعنا لك مره تانية وعايز اسالك قصه الانفراد بتاعنا. الحمد لله الحمد لله، انفراد يعني انفراد مش بنتمحك. اول من قال ان الزمالك عليه 52 مليون جنيه، فجأنا مجاهد وقال لك القيد الاولي دون كرنيهات. اشرح لنا القصه دي وايه الحكايه. غير صحيح على الاطلاق، اي كلام تثبيت. تسبيح، يا سلام عليك يا محمد، انت بتجيب من الاخر. حاجه اسمها قيد بدون كارنيه وقيد مش بدون كارنيه واي كلام في الهبل. خد مني. خد منك. وانا ورايا غيرك. يعني زي ما قلنا ويعني انفراد الناس كلها اشادت بيه موضوع المستحقات المتوفره على نادي الزمالك 52 مليون جنيه، وقلنا انه حصلت اتصالات مع مجاهد وافق على تسجيل القائمة الأولى لنادي الزمالك، لأنه زي ما قلنا في المداخلة وقتها عدم تسجيل القائمة الأولى لنادي الزمالك معنى كده إن كل فرقة نادي الزمالك تري يمشوا زي ما هم عايزين. أمال الباقي أمال الكلام اللي بيقوله صحيح إنه أيد بس مش هيطلع كرنهات، فكده معنى كده إنه لعيبة الزمالك تري تمشي براحتها ومحدش مهمها تقيدها. طب ايه تفسيرك؟ ما هو طلع بيان وقال لك لا يعني ذلك ان اللعيبه فري. لا اقول لك انا ليه يا باشا. الزمالك عليه 52 مليون جنيه مستحقات متاخره. تمام. جت القايمه الاولى، الزمالك ايد القايمه الاولى. تمام. اتصل مجاهد بعت للزمالك انتوا عليكم كذا كذا، احنا مش هنقدر نأيد يا جماعه، هاتوا اي فلوس عشان نقدر نأيد القايمه الاولى للنادي. الزمالك قال له معناش فلوس، ايد القايمه الاولى واحنا هنبعت لك فلوس نجدول المستحقات اللي متاخره علينا. تمام. عمل ده وايد القايمه الاولى. النادي الاهلي بعت، انت ساعه ما جينا ايدنا كهربا قلتوا احنا علينا مديونيات مش عارف 7 مليون و8 مليون مش هيتايد غير لما تدفعوا المديونيه، ورفضتوا يتم قيد كهربا غير لما دفعنا ال 7 و8 مليون جنيه كاش. حصل. ليه؟ مع نادي الزمالك عليهم 52 مليون جنيه وافقت لهم على القيد. ما عملتوش نفس القصه في الاثنين، مع الاهلي زي ما عملتوا مع الزمالك زي ما عملتوا مع الاهلي. الاهلي اتضحك عليه مرتين، من عمرو الجنايني مره ومن احمد مجاهد مره. بالظبط. عشان يهرب من الفيلم ده انه يعني هي خياره فقوس وبياخد الفلوس من الاهلي وما بياخدش من الزمالك، راح مطلع فكره الكرنيه، اصل احنا ايدنا بس ما طلعناش الكرنيهات، اصل احنا مش هنديهم الكرنيهات غير لما يدفعوا الفلوس، وقال اي كلام ده يعني. طب ماشي يعني. مفيش حاجه اسمها اصل هو ايد ما ياخدش كرنيهات وبتاع. زي ما قلنا هو موقف القيد القايمة الثانية على الفلوس في الصفقات الجديدة بتاعت الزمالك. خلي بالك ده محمد، ده قمة الفساد. سيبك من الأهلي عشان الناس ما تقولناش أهلي والزمالك يرضى يأيد لاعب لغزل المحلة غير لما الغزل يدفع؟ لا بقى عشان بس الناس ما تدخلهاش أهلي وزمالك. طيب بمنتهى الصراحة كده، أحمد مجاهد كلم الوزير، المعلومة اللي عندي كلم الوزير قال له أعمل إيه في الملف ده، حصل ولا ما حصلش؟ حاصل. واقول لك كمان اتفقوا هيعملوا ايه. قول. قال له انه الزمالك، احمد مجاهد اقترح انه الزمالك يدفع 10 مليون جنيه من ال 52 عشان يأيد الصفقات الجديده. الوزير كلم حسين لبيب قال له مش معانا غير 8 مليون جنيه ندفعهم نأيد صفقاتنا ونجدول الباقي. اقول تاني؟ عشان انا غبي. والله انا غبي عشان عبال مدل. شفت عمك حسن حسني لما قال لك بس انا بدلدقها يا ابني في دماغي، عبال مدلدقها في دماغي. والنبي بعد اذنك قولها تاني. الزمالك عايز يأيد الصفقات الجديدة. فاتكلم مع الوزير انه الاتحاد رافض يأيد الصفقات عشان خاطر احنا علينا 52 مليون جنيه مستحقات، واحنا كلجنة مش علينا كل الفلوس، الفلوس دي حاجات متراكمة من زمان من أيام مرتضى منصور ومن بعده اللجنة، لجنة المستشار عمار عبد العزيز وقبل منه عليه رحمة الله المستشار أحمد بكري، فإحنا لبسنا الموضوع ل 52 مليون ومفيش سيولة مالية في النادي كذا، فيعني تدخل وحل القصة مع اتحاد الكورة. الوزير اتصل باتحاد الكورة وافقوا على الجدولة إنه الزمالك يدفع 10 مليون جنيه من ال 52 ويجدول باقي الفلوس. الوزير بلغ حسين لبيب، فحسين لبيب قال احنا مش معانا سيوله غير 8 مليون جنيه، ممكن ندفعهم ونأيد صفقاتنا ونجدول الباقي؟ احمد مجاهد قال ايه؟ عايز ال 10 مليون. بس خلاص بدا ما اللي بيقلع البنطلون بيكمل، هي قصه. هياخد ال 8 مليون في الاخر، او الوزير يدفع ال 2 مليون يدعم النادي.
أو يبعتهم للوزير على رأيك، بس في جميع الأحوال سيجامل الزمالك، وهنا أؤكد لا أقصد أهلي أو زمالك، وإنما أقصد كيف تدار المنظومة الفاسدة. وخلي بالك احنا يعني كلامنا بيتحقق على مدار الايام، يعني احنا برضه اول ناس طلعنا وقلنا الزمالك مش هيدفع 250 مليون وهيقسط الفلوس وهيجدول الفلوس، وده اللي حصل الايام دي يعني. طيب ده اي كلام من عينة السكرنايات ومش الكرنايات، ده كله كلام في الهواء يعني. طيب ال 50,000 جنيه الشيكات وصلني مع الانديه؟ وصلني معلومه انها اتكتبت وخلصت، صحة هذا الكلام؟ اتكتبت وخلصت، بس يعني الانديه بعد الثوره اللي عملتها رافضه تاخد ال 50. شايفه انه رقم قليل جدا، وشايفه ان خلاص هم خلاص خطوا الخطوات اللي هي بتاعه الدعوه الجماعيه العموميه غير عاديه وسحب الثقه من اللجنه الثلاثيه. فبالتالي خلاص ملف الشيكات ب 50,000 لكل نادي ده اتقفل. عايز اقول لك كمان انه رأي اتحاد الكوره، وده يعني انفراد ليك، على جلسه الانديه العموميه النهارده، جمعيه الجماعيه العموميه النهارده. ايه الرد بقى؟ مفاجاه دي. انه اتحاد الكوره بيقول انه ال 52 نادي اللي كانوا حاضرين ما فيهمش غير 20 نادي بس. أعضاء جمعية عمومية؟ جمعية عمومية أو باللائحة الجديدة يعني اللي تم. ماشي ماشي، يعني قصدك تقول إن أحمد مجاهد بيعلن الحرب رسمياً وما فيكمش غير 20 أصحاب أصوات وما تلزموناش. بالظبط، والباقي مش ما لهمش أصوات. طب لما نشوف هيعمل إيه مع الدولة؟ ما إحنا مش عايزين نقول له مين اللي جايب الناس دي، لأن اللي جايب الناس دي لو نفخ فيه هيفر. مالناش دعوة بقى باللي جايب واللي عامل. وماله بس، ما أنا بنصحه بس لله. عندما تتحرك مصر ما ينفعك فيسلي تكلم. ما مش عايز الشيطان يشخ له، انا اسف في اللفظ، يعمل له حاجه في دماغه وينسى نفسه. ده انا عامل عليه والله بدل ما اهو. انت عارف بس ان انا ماليش في موضوع النصايح ده. ما انت عايز مصايب عدل. يعني انت عايز تقول لي كل اللي بيتكلم ده بيتكلم عشان عيون ال 52 اللي اجتمعوا؟ لا على كله. طب ما احنا كان معانا المهندس فرج عامر، قال لك انا بلبي الدعوه واحضر بعد 15 يوم. الجماعه العموميه هتحضر كلها بعد 15 يوم. بما فيهم الدوري الممتاز. بما فيهم كل وانا بقول لحضرتك الجماعه العموميه كلها هتحضر. انديه الدوري الممتاز كلها هتحضر، وبقيه الكامله العموميه كلها ما يعطوا يعني. ال 134 نادي يا بيه، احنا مع البلد دي، واللي نسي نفسه هيتربى، واحنا قلنا وانفردنا. المشهد لن يكون في هذه الوجوه مره اخرى، وبنراهن لاي حد على اي